تقول في واحدة من لقاءاتك علشان تبدأ مشروعك انسخ نسخ لصق مشروع ثاني وابدأ copy paste and then innovate. وكل الشركات الموجودة اليوم في العالم العربي اللي انت بتسمع عنها كانت الرقمية والشركات الجديدة كلها منسوخة ولكن تطبق تميز من خلال تأقلم مع طلبات المحلية لعملائها. حديثنا عن كريم shop and ship cash on delivery كله copy paste انوفيت. ليش انوفيت؟ لانه بتميز بعدين. ما في خطا انك تنسخ. شو الخطا فيها؟ كل الشركات في العالم تنسخ على فكره. علي بابا، خذ علي بابا، اوكي مش شركه عالميه علي بابا، من اكبر شركات العالم. نفس الشيء كوبي بيست عن امازون اول ايامها، بعدين ميزت نفسها للسوق المحلي في الصين. شو المشكله؟ كل الشركات الصناعيه في العالم في خدمه بدات في مكان وانت طورت عليها. معظم الاختراعات في العالم لها تاريخ، لكن في حد قال يمكن نعملها بطريقة مختلفة، فإذا نميز نفسه مش عيب النسخ.